الاسبوع اللي فات واللي تعرض ليه الكابتن محمود الخطيب الرمز الاهلاوي ورئيس النادي الاهلي من انتقادات، وهنتكلم عن جمهور النادي الاهلي ازاي شاف ده وازاي حس ان هو كله لازم يتكاتف خلف النادي الاهلي وخلف كابتن محمود الخطيب اللي دايما يا جماعه بناخد منه القدوه والمثل والاخلاق، نموذج الرياضي اللي طول عمرنا بنقول ان هو متكامل، عمرنا ما سمعنا كابتن محمود الخطيب بيسيء لحد، عشان كده رد فعل الجمهور كان انتصار لفكره كل ما هو اخلاقي وكل ما هو بيمثلهم عن اي شيء جميل وعن اي شيء صح. بالفعل يا فارس، واكيد طبعا بما اننا مهتمين بالفقره الاولى فقره السوشيال ميديا، كان اهم حدث على السوشيال ميديا خلال الاسبوع اللي فات هو دعم الكابتن محمود الخطيب. يمكن كمان تويتر كابتن محمود الخطيب تصدر هاشتاج الخطيب جمهوره خط احمر، ودي طبعا صوره من موقع الفجر على ما اعتقد. الخطيب جمهوره ملايين يتصدر تويتر، ومغردون الاهلي والخطيب خط احمر، وكل من هو مواطن مصري شريف وقدوة وقيمة وإخلاق في هذا الوطن هو خط أحمر. اغتيال الرمز يا فارس اللي هو المعنوي أو الاغتيال المعنوي لرمز وقدوة كبيرة أيا كان كابتن محمود الخطيب اللي بنكلم له كل تقدير واحترام، أو أي شخص آخر في مصر بيمثل كادر أو وجهة لمصر في الخارج، أعتقد اغتياله معنويا أو التعدي عليه هو خط احمر. شيء مرفوض يا احمد، وانا كنت بدردش معاكم في حاجه قبل الحلقه، كنت بحكي لهم حاجه واتكلمنا ان لا احنا هنقولها على الهواء. طفل من صعيد مصر البسيط، اهلاوي، جده اهلاوي، والده اهلاوي، عنده مجموعه من الصور في البيت جده كان حاططها لكابتن محمود الخطيب، الطفل من بني مزار. الطفل ده لما سأل جده في مرة قال له انت ليه حاطط الصور بتاعة محمود الخطيب دي كلها، قال له لان هو جمع بين حاجتين، الاخلاق والمهارة، وممكن المهارة تروح انما الاخلاق عمرها ما تروح. الطفل ده كان بيروح في مدرسته، عنده أستاذ عبد الجواد مدرس اللغة العربية، دايما في بداية الحصة بيكتب لهم إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. رجع الطفل أحمد زي ما قلت لك بكل بساطة وبيقول لجده ده أستاذ عبد الجواد كان بيتكلم عن كابتن محمود الخطيب. فالولد ربط بين فكرة الأخلاق اللي هو كلمه عليها وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت وفكرة كابتن محمود الخطيب. أنا عايز أقول حاجة، لما الأطفال، لما الشباب، لما الناس اللي شافت نموذج كابتن محمود الخطيب القدوة واللي عمره ما تجاوز في حق حد بيتعرض لده، إحنا بنشوه مفاهيمهم الفكرية، بنخلق من الجيل اللي طالع مفاهيم مشوهة. لازم نحافظ على رموزنا، لازم نعرف إن الناس دي تستحق منا أكتر من كده. لما أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يا أحمد بيكرم أو بيتكلم عن دور كابتن محمود الخطيب في تطوير الكرة الإفريقية، لما كل الناس في كل التكريمات بتشيد بكابتن محمود الخطيب ودوره، يبقى لازم نبص للموضوع بأن إحنا بنتناول رمز مصري أهلاوي وطني محترم. بالتأكيد يا فارس، وكمان إنفانتينو بيتكلم عن تكريم كابتن محمود الخطيب في صناعة أو في تطوير اللعبة في أفريقيا، وده تعدى دوره كلاعب بل كمان لرؤية في صناعة الكرة الأفريقية أو في تطور الكرة الأفريقية، بحيث البعض اللي بيتكلم عن أن كابتن خطيب كان أسطورة كروية لكن على الوضع الإداري الوضع مختلف. أعتقد أن ده رد عملي جدا خطاب إنفانتينو للخطيب وشكره عليه، وكمان اختيار كابتن محمود الخطيب سفير لأمم أفريقيا 2019 غير تكريم الفرنس فوتبول، مش بس عشان كان افضل لاعب، لا كمان اللاعب التاريخي وسط اربع لاعبين منهم محمد صلاح وتريكا وعصام الحضري، وفي 2010 اختيار جنوب افريقيا من اساطير كره القدم قبل المونديال، غير طبعا التكريمات التربويه من الجامعات والمحافظات ومؤسسات تخضع للدوله يا احمد. تعي جيدا قدر وقيمه كابتن محمود الخطيب من محافظين لرؤساء جامعات، كلهم اشادوا بكابتن محمود الخطيب ودوره، وكان التكريمات دي بمثابة حاجة دعم معنوي للكابتن محمود الخطيب وهو يستحقها للأمانة. ده عايز أقول كمان إن التكريمات دي بتيجي في وقت من الأوقات اللي بيكون الانتقاد موجه لكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب اعتاد إن هو ما يردش عن نفسه، وأعتقد إن شاء الله يعني يستمر معانا على هذا النهج، وهو مش هيغير النهج ده، هو مش هيرد عن نفسه، ولكن العناية الإلهية بترد أو بتعطي كابتن محمود الخطيب حقه فورا. اي تطاول او اي تجاوز او حتى اي انتقاد
بيمس الكابتن محمود الخطيب بياتي العنايه الالهيه بالتكريم من احد الجامعات او احد المؤسسات او احد مؤسسات الكره العالميه سواء الفيفا او الكاف او كمان يكون رد من رد الاساطير. انا عايز اقول ان الكلام ده مش بس وقت حالي، لا ده الكلام ده قديم جدا. كابتن محمود الخطيب في نهايه سنه 1983 بيتعرض لحمله تشكيك زي اللي تعرض لها كابتن محمد في كاف 2012 2013، فكره المستوى واشياء من هذا القبيل، عشان يطلع يرد اسطوره نادي الزمالك الراحل الكابتن ابراهيم يوسف. وتعالوا نشوف لما اسطوره تتكلم عن اسطوره تتكلم ازاي. كابتن ابراهيم يوسف بيقول: اعتز وفخور بوجود الخطيب ككابتن للمنتخب، انه محبوب من الكل وبلا استثناء، وهو كابتن بكل معنى الكلمه ويحظى باحترام وثقه الكافه. النقطة الأهم بقى إنه يغفل حقوقه ولا يطالب سوى بحقوق الآخرين، ولذلك رفض مكافأة عن مباراة لم يلعبها. كابتن محمود الخطيب وهو لاعب لم يشارك مع منتخب مصر للإصابة رفض يتسلم مكافأة المباراة دي. مش كده وبس، بيقول: وإنني أندد وأستهجن أي كلمة تهجم على الخطيب، فذلك خطأ جسيم، لقد جرح الأمر مشاعرنا كلنا، وكأنك بتتكلم يا كابتن إبراهيم بلسان حالنا جميعا الآن. وإذا كان يتعرض للتهجم بعد ذلك التاريخ الحافل، فماذا سيصيبنا نحن بعد ذلك؟ ومن العيب أن يكون النجم مصري شعبية جارفة في الدول العربية ثم يهاجم في بلده لمجرد عدم التوفيق. ده حديث أسطورة. لما تتكلم عن أسطورة بيكون كلام لا يخلو من الاحترام، بيكون كلام منصف، بيعطي كل ذي حق حقه. فالكابتن خطيب لو حد حابب يديه حقه لازم يكون على قدر الكابتن محمود الخطيب. والناس اللي بتزعل ان كابتن محمود الخطيب بيتكرم، يا سيدي بلاش تنتقده، لان كل ما هتنتقده هيتكرم فهتزعل اكتر. اعتقد يا فارس رد الكابتن ابراهيم يوسف رد سنه 1984 ده. انا عايز اقول لك بالمناسبه كمان في الوقت اللي كان يعني البعض بيتكلم عن مستوى كابتن محمود الخطيب، فرانس فوتبول بتعلن في نفس اليوم في افريقيا عن حصوله عن افضل لاعب في افريقيا كاول مصري، وظل اول مصري او المصري الوحيد الى ان اتى محمد صلاح. حبينا بقى نتكلم في فكره مختلفه. الناس بتقول كابتن محمود الخطيب لو هيرد او هيتكلم ممكن يقول ايه. زميلنا عماد محروس عمل فيديو جميل جدا بيعبر عن فلسفه كابتن محمود الخطيب في المواقف اللي زي دي. نشوف الفيديو.